بقول الكلام ده لأن الكلام ده مهم، لأن الكلام اللي بقوله ده تسجيل، تسجيل من إنسان أنتوا اخترتوه وقلت له تعالى تولى المسؤولية، وأنا قلت لكم تعالوا نتولى المسؤولية. يعني ما قلت لكمش أبدا إن أنا الموضوع ده أنا لها أنا لها وخلصكم، لا لا، هاتوا كل كلامي من الأول أثناء الترشح هتلاقوا الكلام ما بيتغيرش. طب ليه ما بيتغيرش؟ لأن التوصيف ما بيتغيرش، التوصيف ما بيتغيرش، دي ظروف حلها الوحيد إحنا. وقلت قبل كده 100 مرة العمل والصبر، العمل والصبر، الصبر لوحده ما فيش والعمل لوحده ما ينفعش، لازم الاثنين مع بعض نشتغل ونصبر. عشان عمري ما عاتبت حد، عمري ما عاتبت حد، وقلت يعني وعدتوني ووعدتوني وعدتوني ان احنا نبقى مع بعض كلنا ونبذل جهد كلنا. هفكر نفسي تاني واكرر اللي بقوله، بقول الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي مش احنا اللي عملناها بمغامرة. طب ما في الايام اللي فاتت دي حد قال انتوا مش عندكم اقوى جيش، ما تيلا بقى، سمعتوش الكلام ده؟ سمعتوش الكلام ده؟ انا بتكلم كل المصريين مش بتكلم الجيش، بتكلم ايه؟ كل المصريين مش بكلم الجيش ولا الشرطة ولا حتى الحكومة، يعني بكلم الناس. لا احنا ما عملناش ده، بنتحمل وبنساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا. نفس الكلام مع الاتجاه الجنوبي، بنحاول نكون عامل استقرار وعامل سلام وما نشعلش أبدا حرائق هنا ولا هنا، ونفس الكلام في الاتجاه التاني. وزي ما قلت قبل كده في كل المساعدات اللي اتقدمت، ما حدش بيقول دلوقتي ليه المساعدات بتخش في إسقاط جوي ما بتخشش ليه من المعابر.